السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. في سؤالين الله يرضى عنك يا سيدي. وياك اتفضل. سمعت شيخنا في انا عامل صفحة على الفيس بنشر فيها ورد يومي من القرآن 5 صفحات مع ذكر أذكار الصباح والمساء وحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. ونستمر على ذلك حتى نختم كتاب الله. فبعض الإخوان من المداخلة هداهم الله قال إن هي بدعة وبدأ يحذر الناس من ده. أنت معلم للناس، أنت تعلم الناس مش تعلمهم الكتاب والسنة. أيوة نعم، لكن مسألة الثبات على 5 صفحات يوميا لا ما فيش عليك أي مشكلة، ما فيش عليك أي مشكلة، توكل على الله أنت مثاب إن شاء الله.